السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كورس Physics 2 for Dentistry Students by me دكتور محمد سعد صادق Lecturer of Physics Basic Sciences Department Faculty of Engineering Sinai University. من محاضرات البايوفيزيكس اللي هي هنتعلم فيها البيزكس اوف راديشن فيزيكس اللي هي أساسيات الفيزياء الإشعاعية. طبعا كلنا نعرف إن الإشعاع عموما أو الإشعاع النووي خاصة بنقول إن هو مستخدم طبعا في الطب بكثرة، اللي إحنا أحيانا بيطلق عليه الاسم اللي هو الطب النووي. يبقى إحنا بنقول إن الطب النووي هو إيه؟ هو استخدام الإشعاع في العلاج أو التشخيص، تمام؟ طبعا الكلام ده بيبقى ليه أساسيات اللي إحنا هنتعلمها في محاضرة النهاردة، أو هنتعلم بعض منها مش كلها طبعا، هنتعلم جزء منها أو بعض منها في محاضرة النهاردة. طبعا احنا قلنا التشخيص زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، ان احنا نقدر نعمل زي ما احنا شايفين صورة تشخيصية بدون ان احنا او اللجوء للايه للعمليات الايه الجراحية. نقدر نعرف الكسر فين، او لو في اي مشكلة في العظم خاصة ممكن ان احنا نقدر نستكشفه باستخدام الاكس راي، او طبعا في طرق تانية ولكن ده كمثال. بنقول احنا هنتكلم في التوبكس اللي قدامي على الشاشة. زي ما احنا بنقول أول حاجة بقولنا علشان نفهم الموضوع ده بيحصل إزاي، طبيعي لازم نفهم إحنا المادة بتتكون من إيه. طبعا إحنا متفقين سابقا إن أي مادة بتتكون من أتومز، لازم نعرف الاستراكشر بتاع الأتوم. بعد كده هنعرف يعني إيه راديشن، بعد كده نبدأ نشوف الأنواع الراديشن والاختلاف ما بينهم، بعد كده ممكن نفهم بقى الانتر أكشن بيحصل إزاي ما بين الراديشن وما بين الماتر، تمام؟ طبعا الماتر إحنا قلنا كل المواد بتتكون من أتومز، إذا لو إحنا فهمنا الكلام ده هنقدر نفهم إزاي الراديشن بيتفاعل مع جسم الإنسان طبعًا أو مع باقي المواد عمومًا. بنقول في البداية structure of matter يعني تركيب structure of atom، تركيب الأتوم. وإحنا قلنا ليه بنعرف structure of atom؟ لأن إحنا قلنا إن الأتوم تعتبر الـ basic unit لأي مادة، تمام؟ بنقول عمومًا زي ما هو قدامي على الشاشة إن الأتوم بتتكون من positive nucleus، النيوكلس في المنتصف في السنتر. وطبعا بنقول ان معظم الماس بيبقى في النيوكلس دي، تمام؟ والنيوكلس بيبقى فيها تو بارتكلز او تو تايبس اوف بارتكلز، يعني نوعين من الايه من الجسيمات طبعا اللي هي الدقيقه او الصغيره جدا، اللي هم بنقول عليهم البروتونز وده بيبقى بوزيتيفلي تشارجد بارتكل، والنيوترونز اللي هي بتبقى نيجاتيفلي تشارجد بارتكلز. طيب وايه اللي بيبقى موجود في الاوتر شيلز؟ بنقول ان هي حاجه اسمها الالكترونز وبيبقى ده نيجاتيفلي تشارجد بارتكلز. بنقول في خصائص للكلام ده، قلنا طبعا ان الالكترونز بتبقى نيجاتيف وبتبقى طبعا موجوده في الاوتر شيلز، وبتبقى الماس ليها صغيره جدا. الماس للبروتونز والنيوترونز طبعا بتبقى اكبر شيء في الذره، ولذلك احنا بنقول ان معظم كتله الذره الماس بتاعت الاتوم بتبقى مركزه في النواليل، لان احنا بنقول ان البروتونز والنيوترونز دائما هم اكبر، يعني هم الماس بتاعتهم تقريبا بتبقى في حدود 1800 مره تقريبا اكبر من كتله الالكترون. يعني اقدر اقول ان الام للبروتون تقريبا اكبر من كتله الايه الالكترون. طب كم مره بتسويها؟ تقريبا بيقول بتسويها 1839 مره تقريبا. طب احنا طبعا عندنا بروتونز ونيوترونز موجودين في النواه، اذا طبعا هنقول ان لو انا عندي مثلا النيوترونز قد البروتونز، والبروتونز طبعا هنعرف ان هم قد الالكترونز كمان شويه، فاذا هنقول مثلا عندي تقريبا 4000 ضعف من كتله الذره مركز في النواه. ليه 2000 تقريبا؟ ال 1800 دي ممكن نقول عليها 2000، 2000 للبروتونز و2000 للنيوترونز. فاحنا بنقول ان معظم الماس بتاعت الاتوم بتبقى اللي هي الذره يعني بتبقى مركزه في النواه، تمام؟ بنقول ان الاتوم من خصائصها ان هي بتبقى الكتريكال نيوترال، بتبقى متعادله كهربيا. قلنا ليه بتبقى الكتريكال نيوترال؟ بنقول لأن عدد البروتونز بيساوي عدد الإلكترونز، تمام؟ والنيوترونز بتبقى نيوترال، النيوترونز بتبقى هي عبارة عن جسيمات غير مشحونة أو بنقول عليها متعادلة كهربية، تمام؟ طيب بنقول إن الديامتر بتاع الأتوم تقريبا بتبقى 10 to the power negative 8 سنتيمتر، ولكن إحنا بنقول إن الأتوميك النيوكلس آسف النيوكلس راديوس اللي هو قطر النواة طبعا بنقول إن هو يبقى نيجاتيف 10 to the power negative 13 سنتيمتر. نقول طبعا ان كتلة الذرة مركزة في النواة، معظم الذرة بيبقى فراغ، الراديوس بتاع النواة زي ما احنا شايفين هيبقى 10 اس ناقص 13 سنتيمتر طبعا، ولكن الدايمتر بتاع الاتوم نفسها هيبقى كام؟ هيبقى 10 اس كام؟
أس ناقص 8. طبعا هنلاحظ إن في فرق ما بينهم 10 أس ناقص 5، ده معناه إن علاقة أو رقم مهول جدا. بنقول طبعا وكأن النواة وكأنها جسم صغير جدا 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 بالنسبة للإيه؟ للذرة، تمام؟ بنقول طبعا إن هتبقى الراديوس بتاع الذرة تقريبا قد الراديوس بتاع النواة تقريبا 100,000 مرة. 100,000 مرة طبعا بنقول إن إحنا بنقول حاجة صغيرة جدا 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 اللي هي النواة مقارنة بالإيه؟ بالأتوم. ولذلك إحنا بنقول إن معظم الأتوم بتبقى إيه؟ بتبقى فراغ. بنقول إحنا لما نيجي نكتب عنصر بقى عايزين نكتبه على شكل علمي بحيث إن هو يبقى متفق عليه. طبعا بنقول إن هو أحيانا العنصر، هنفترض إن أنا عندي العنصر إكس، يبقى العنصر إكس بيتكتب بالشكل ده كده، بتكتب إكس وفي رقم بيتكتب فوق وفي رقم بيتكتب تحت. إيه الإكس وإيه الرقم؟ الإكس ده رمز العنصر، يعني زي إن إحنا زي ما أنا جايب على الشاشة قدامك إن ده الكربون. الكربون ممكن نكتبه سي ونكتب فوق 12 ونكتب تحت 6. إيه ال 12 وإيه 6 وإيه سي؟ السي اللي إحنا بنقول عليها الكربون، أول حرف من كلمة الكربون، تمام؟ طيب بنقول إيه هو الإيه؟ بنقول إن الإيه ده الماس نمبر، الماس نمبر اللي إحنا بنقول عليه ده the number of protons plus the number of neutrons، اللي هو من الآخر ممكن نقول عليه إن هو مجموع الجسيمات اللي هي موجودة في النيوكلس. يبقى مجموع الجسيمات اللي انا كنت بقول من شويه ان معظم كتله الذره مركزه في النواه. يبقى انا لو انا قلت كتله البروتون زائد كتله النيوترونز اللي هم موجودين في النواه اصلا، ده هتديني ايه؟ هتديني، يبقى انا قلت لو انا قلت الماس بتاعت البروتونز بلس الماس بتاعت النيوترونز، ده هيديني الايه؟ الايه الاتوميك ماس، او اللي هو احنا بنقول الاتوميك ماس نمبر او الماس نمبر، اللي هو يبقى الايه. يبقى لو انا قلت لك ايه هو الايه، هتقول لي الاي بيساوي الام بي بلس الام ان، او ممكن نقول عليه بيساوي الزد بلس الان، حيث ان الزد بنسميه الزد نمبر اللي هو ايه، اللي هو الاتوميك نمبر للايه، للعنصر. يبقى تاني بنقول ان انا عندي في حاجه اسمها الاتوميك نمبر وفي حاجه اسمها الايه، الماس نمبر. ايه هو الاتوميك نمبر؟ بنقول ده النمبر اوف بروتونز. يبقى النمبر اوف بروتونز عدد البروتونز اللي موجوده في الاتوم، يبقى ده اسمه الاتوميك نمبر وبيرمز ليه بالرمز زد. احيانا في ناس بدل ما تقول الاتوميك نمبر تقول الزد نمبر، يبقى انت قلت الزد نمبر او الاتوميك نمبر اوريدي، احنا مفيش مشكله. طيب احنا بما ان احنا قلنا ان الذره متعادله كهربيا، يبقى عدد البوزيتيف تشارجز بيساوي عدد النيجاتيف تشارجز، صح ولا لا؟ البوزيتيف كان بروتون والنيجاتيف كان الالكترونز، يبقى اوريدي ممكن تقول ان الاتوميك نمبر هو عدد البروتونز او عدد الالكترونز، ده بالنسبه للنيوترال اتوم اللي هي الذره المتعادله اللي فيها البروتونز بيساوي عدد الايه؟ الالكترونز. قلنا في حاجه تانيه اسمها الماس نمبر. الماس نمبر بنقول عليه عدد الكتل، بيبقى عباره عن ايه بقى؟ ده بنعبر عن كتله الذره. كتله الذره احنا قلنا قبل كده مركزه فين؟ قلنا في النواه، يبقى عايزين كتله الجسيمات اللي موجوده في النواه. مين اللي موجود في النواه؟ البروتونز والنيوترونز. يبقى انا هقول كتله البروتونز اللي هو الام البروتونز زائد الام للنيوترونز. طبعا ده الام، الام بي ده النيوترون واحد، البروتون واحد، والام ان ده النيوترون واحد. فاحنا قلنا بدل ما نقول كده هنقول باختصار، ممكن نقول ان الايه اللي هو الاتوميك اللي هو الاسف اللي هو الماس نمبر هيساوي ايه؟ قلنا هيساوي الزد بلس الايه الان، حيث ان الان ده ايه؟ ده عدد الايه النيوترونز اللي موجوده في الايه في النواه، والزد ده عدد البروتونز اللي موجوده ايضا في النواه، تمام؟ ده باختصار. يبقى احنا بنكتب العنصر بالشكل ده. يبقى هنا لو انا سألتك بقى بالنسبة للكربون الستة ده ايه؟ هتقولي ده النمبر اوف بروتونز. اسمه ايه؟ هتقولي الاتوميك نمبر. هقول لك ال 12 ال 12 ده عبارة عن ايه؟ هتقولي ده الماس نمبر اللي هو بيساوي ايه؟ اللي هو بيساوي عدد النيوترونز ده عدد الايه؟ البروتونز. طب احنا من شوية كنا بنقول ان عدد البروتونز مكتوب تحت 6 ويبقى 6. يبقى لو قلت لك بالنسبة للكربون عدد النيوترونات هتقولي كام؟ هتقولي ايضا هيطلع ايه؟ هيطلع 6، تمام؟ ده باختصار. طبعا زي ما عرفنا الاتوميك نمبر والماس نمبر، طبعا عرفنا ان الاتوميك نمبر ده عدد البروتونز او عدد الالكترونز، الماس نمبر عرفنا ان هو عدد البروتونز بلس عدد النيوترونز، تمام؟ طيب بنقول ان طبعا كل عنصر بيبقى ليه عدد ايه نمبر والزد نمبر بيميز العنصر عن الايه؟ عن باقي العناصر. طبعا بنقول ان احيانا ممكن نقول ان عدد او البروتون او النيوترون ممكن نطلق عليهم حاجه اسمها نيوكلون. يبقى النيوكلون ده ممكن نستعيض بيه ان احنا بدل ما اقول بروتون ونيوترون، احيانا مع النيوكلير فيزيكس خاصه الفيزياء النوويه ممكن تلاقي المصطلح نيوكلون ده بيبقى ايه؟ بيبقى مشهور جدا للدلاله على البروتونز او الايه. طب
احنا خلاص اتكلمنا على البارتكلز اللي هي موجوده في النواه. طب نتكلم على البارتكلز اللي هي موجوده خارج النواه. ايه اللي موجود خارج النواه؟ قلنا اللي هم الالكترونز. الالكترونز بتبقى موجوده في حاجه اسمها الالكترون شيلدز اللي احنا بنقول عليها ايه، الاغلفه. تمام، يبقى بنقول الالكترون شيلدز اللي هي الاغلفه اللي هي مفردها غلاف اللي بيبقى موجود فيها الالكترونز، زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه. بنقول ان النواه اللي هي النقطه اللي هي السود اللي موجوده في النص دي، طبعا دي الالكترونز موجوده في زي ما احنا بنقول في على شكل شيلدز، على شكل ايه، اغلفه. تمام، بنقول طبعا ان كل غلاف او كل شيل بيبقى ليه مسمى. احنا بنبدا طبعا ب كي ال ام ان وهكذا. يبقى اقرب حاجه للنواه بنقول عليه اللي هو الكي شيل. طبعا بما ان الكي شيل هيبقى فيه الكترون نيجاتيف، واحنا قلنا ان النواه فيها جسيمات، واحد بوزيتيف اللي هو البروتون والتاني نيوترال اللي هو النيوترون، فاحنا طبيعي بنقول ان النواه بتبقى بوزيتيف. فلما يبقى عندي شحنه نيجاتيف وعندي حاجه بوزيتيف هيبقى بينهم اتراكشن فورس، قوه تجاذب، لان في شحنه سالبه وشحنه موجبه. تمام، طبعا كل ما نبعد عن النواه كل ما المسافه تزيد ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، وده معناها ايه؟ معناها ان تاثيرها يقل، لان احنا قلنا طبعا ان الاف اللي هي القوه الكهربيه بتساوي ال Q1 اللي هي الشحنة الأولى في Q2 اللي هي الشحنة الثانية على ال R سكويرد، يبقى قوة التجاذب هتقل وبالتالي الإلكتريكال إنرجي هتقل. يبقى إحنا قلنا كل ما نبعد عن النواة بنلاحظ إن الإلكتروستاتيك فورس بيحصل لها إيه؟ بتقل. تمام، يبقى إحنا قلنا الإلكترونز موجودة في شيلز، الشيلز دي بنسميها K شيل، L شيل، M، N وهكذا. تمام، بنقول طبعًا ان الفيرست شيل اللي هو الكي قلنا ده بياخد 2 الكترونز، بيبقى يعني الالكترونز اللي موجوده فيه بتبقى 2. طب واللي بعد كده بنقول هيبقى فيه 8، واللي بعد كده هيبقى فيه 18. طبعا الكلام ده طبقا للرول اللي هي عدد الالكترونز في الشيل الواحده هيبقى 2n to the power 2. لو انا طبعا حطيت الn بواحد اللي هو الشيل الكي شيل قلنا هتبقى 2 في 1 تربيع اللي هتطلع ب2. طبعا لو حطيت ال n ب2 هتطلع ب8، لو حطيتها ب3 وهكذا. تمام، زي ما احنا شايفين على الشاشه، طبعا ده البوزيتيفلي تشارج نيوكلس. الشيل الاول بنسميه الكي شيل، الثاني بنسميه ال، الثالث بنسميه ام، الرابع بنسميه ان، اند سو اون وهكذا. طبعا احنا من شويه بنقول ان في حاجه اسمها قوه التجاذب والالكتروستاتيك فورس والالكتروستاتيك انرجي. فاذا كل الكترون موجود في شيل معين بيبقى ليه انرجي. الانرجي دي جايه من فين؟ قلنا جايه من عن طريق التجاذب ما بين البوزيتيف نيوكلس وما بين الالكترون ده. طيب احنا قلنا الالكترون ده بالنسبه لشكله او بالنسبه لكتلته او بالنسبه للانرجي اللي هو للتشارج اللي هو بيحملها، بنقول ان هو بيبقى عباره عن كميه صغيره جدا جدا جدا. فاحنا لما نيجي نتكلم عن الانرجي بالجول هنلاحظ ان الارقام كلها صغيره جدا جدا جدا. ففي مصطلح اسمه الالكترون فولت، بنقول ان هو ده مصطلح لقياس الانرجي خاصة بالنسبة للالكترونز، ولما نتكلم عن الاتوميك سكيل والنيوكلر سكيل اللي هو المستويات الذرية والمستويات النووية اللي هي الصغيرة جدا. يبقى احنا قلنا لما الجول ده وحدة قياس الانرجي ودي ما فيهاش كلام، قلنا ايضا في بديل ليها بنقول ان هو الالكترون فولت. تمام، بنقول ايه هو الالكترون فولت؟ بنقول دي ذا انرجي اوف اللي هي ال 1 الكترون، يبقى هي الانرجي اللي 1 الكترون محتاجها علشان يحصل له اكسلريشن بتوين 1 فولت. طبعا يعني ازاي الكلام ده؟ بنقول لو انا عندي الكترون وطبعا ده بوزيتيف او ده هنقول ده نيجاتيف وده بوزيتيف، الالكترون هيحصل له اكسلريشن في اتجاه البوزيتيف. تمام، بنقول لو انا استخدمت فرق جهد ما بين البوزيتيف والنيجاتيف ده كان مقدار 1 فولت قلنا، والالكترون هيتسرع من النيجاتيف تيرمينال للبوزيتيف تيرمينال، بنقول في الحاله دي الطاقه اللي احنا محتاجينها او اللي اكتسبها الالكترون هنا هنسميها 1 الكترون فولت. يبقى بنقول ال 1 electron volt is the energy 1 electron volt gain if it were accelerated through 1 volt of potential difference. يبقى هي الطاقة اللي بيكتسبها الإلكترون لو حصل له acceleration باستخدام potential difference اللي هو فرق جهد مقداره 1 فولت. تمام؟ بنقول طبعا إن أحيانا بنستخدم الإلكترون فولت، بنقول إن الإنرجي بتقاس بالإلكترون فولت، ممكن تلاقي حاجة اسمها ال M capital الكترون فولت، ده معناها الميجا اللي هي 10 to the power 6 اللي هي 10 اس 6 اللي هي مليون الكترون فولت. واحيانا ممكن تلاقي حاجه اسمها الكيلو الكترون فولت، طبعا في كابيتال لان فولت. ممكن احنا قلنا ممكن تلاقي، ممكن نقول 1 الكترون فولت اللي هي الالكترون فولت، ممكن تقول كيلو الكترون فولت اللي هي كي اي في،
ممكن تقول ميجا الكترون فولت اللي هي ام اي في. ناخد بالنا ان الام هنا كابيتال مش ام سمول. الام سمول اللي هي تبقى ملي، اللي هي 10 to the power negative 3. طبعا احنا غالبا في الالكترون فولت بنستخدم الالكترون فولت والكيلو الكترون فولت والام اي في اللي هي ميجا الكترون فولت، واحيانا للطاقات العاليه قوي بتبقى الجيجا الكترون فولت اللي هي بتبقى جي اي في، اللي هي بتبقى جيجا الكترون فولت. تمام، ده بالنسبه للانرجي على الاتوميك سكيل والنيوكلير. بنقول احنا خدنا فكره عموما عن الماده وبتتكون من ايه. هنبدا ناخد فكره عن الراديشن. ايه هو الراديشن عموما؟ بنقول ان الراديشن الديفينيشن بتاعه ايه؟ It is the propagation of energy from a radiative source to another medium. يعني ايه؟ يعني هو انتقال الطاقة من ال radiative source اللي هو المصدر المشع للوسط اللي حواليه. يعني لو انا عندي مصدر مشع بالشكل ده كده، طبعا المصدر المشع ده هيطلع اشعاعات، وهنعرف الاشعاعات انواعها وشكلها كمان شوية. انتقال الاشعاعات دي في خلال الاوساط المختلفة او الوسط المجاور ليه بنقول ده اسمه radiation. تمام؟ طب بنقول من شوية أنا كنت بقول لك الراديشن ده بيبقى ليه أكتر من شكل. ممكن يبقى particulate، particulate يعني على شكل particles، يعني على شكل جسيمات، أو ممكن يبقى electromagnetic radiation. وإحنا درسنا electromagnetic radiation خاصة في المحاضرة السابقة، عرفنا إن هو بيتكون من إيه، من radio waves، وبيتكون من microwaves، وبيتكون من infrared، وبيتكون من visible light، وبيتكون من X-ray، وبيتكون من gamma ray. يبقى دي كلها electromagnetic radiation. تمام، على شكل electromagnetic waves. البارتيكيوليت هيبقى على شكل ايه؟ طيب بنقول ايه هي الفيتشرز اللي بتميز الالكترومغنيتيك راديشن بقى، اللي هو زي ما قلنا الاكس ري والجاما ري والحاجات دي كلها. قلنا ان احنا زي ما كنا بنقول الضوء بيحصل له ايه؟ بروباجيت، يعني بينتشر او بيتحرك على شكل ستريت لاينز. يبقى هنا ايضا بنقول ان من الكومون فيتشرز، من خصائص الالكترومغنيتيك راديشن، ان هو بيحصل له بروباجيتس ان ستريت لاينز، بينتشر على شكل ايه؟ خطوط مستقيمه. بنقول ان هو طبعا بيتحرك بسرعه الضوء اللي هي 10 to the power 8 متر بير سكند، او احنا كنا بنقول هتبقى ايه؟ هتبقى 300 الف كيلو متر على الثانيه. يبقى احنا قلنا دي سرعه الضوء في الفراغ، اللي هتبقى كام؟ اللي هتبقى 3 في 10 اس 8 متر على الثانيه. طب بنقول ان هو بيعمل ايه تاني؟ بترانسفير انرجي تو ذا ميديوم. طبعا احنا الكلام ده هو احنا بنقوله ويف. الكلام اللي انا بقوله ده زيه زي خصائص الويف بالظبط، ان هي بتنقل الطاقه للوسط الايه؟ الوسط اللي حواليها. تمام، طبعا وبنقول ايه تاني؟ بنقول ان هو دايركتلي بروبورشنال تو ذا فريكونسي وانفرسلي بروبورشنال تو ذا ويف لينث. انا ما اظن الكلام ده احنا قلنا، احنا وضحناه في المحاضره السابقه، قلنا طبقا للعلاقه ان الانرجي هتساوي الاتش في الفريكونسي، والفريكونسي هتساوي السرعه على السرعه على الويف لينث. يبقى احنا ممكن نقول هتساوي اتش سي على اللمده. يعني الانرجي بتتناسب عكسيا مع اللمده وبتتناسب طرديا مع الفريكونسي. تمام، بنقول طبعا ان الانرجي اللي هو طاقه الاشعاع ده طبعا بيحصل لها ديكريز، ده كل ما ايه؟ كل ما الراديشن ينتشر. وطبعا ده هيبقى طبقا لرول معينه هنشوفها كمان شويه. بنقول الالكترومغنيتيك راديشن بنقول كان بي ديفايدد، يعني احنا عموما ممكن نقسم الالكترومغنيتيك راديشن الى نوعين، نوع بنسميه الايونايزنج، ونوع تاني اللي هو ايه؟ النون ايونايزنج. ايونايزنج اللي هو ممكن يعمل ايونايزيشن للايه؟ للماده. يعني ايه ايونايزيشن؟ قلنا ان الماده عموما بتتكون من اتومز، وانا من شويه كنت بقول ان الاتوم دي نيوترون. طب انا لو انا الاتوم دي خدت منها الكترون او اضفت لها الكترون، قلنا في الحاله دي هتتحول الى ايه؟ الى ايون. يبقى عملية تحويل الأتوم نيوترال أتوم من أتوم عادية إلى أيون، يبقى دي عملية اسمها أيونيزيشن. طيب وفي نوع تاني بيبقى بنسميه نون أيونيزنج راديشن. يعني إيه؟ يعني الإشعاع ده بقى ما بيقدرش يحول الذرة اللي هي نيوترال إلى أيون. طب الكلام ده بيحصل إزاي؟ من شوية أنا كنت بقول لك إن أنا عندي نواة موجب وإلكترون نيجاتيف، كنت بقول بينهم قوة تجاذب، صح ولا لا؟ امتى ان انا اخد الالكترون ده من الذره؟ لما يكون عندي قوه كافيه ان انا اقدر انتزع هذا الالكترون من الذره. قلنا امتى ننتزع الالكترون من الذره؟ قلنا لما يكون عندي قوه كافيه. يبقى الايونايزنج راديشن هو عباره عن نوع من الراديشن طاقته عاليه بحيث ان هي تقدر تتغلب على قوه ربط الالكترون مع الذره وتحويل الذره الى ايون. طب النون ايونايزنج راديشن بنقول ان طاقته بتبقى قليله بحيث ان هو ما بيقدرش، لا يستطيع ان هو ينتزع الالكترون من الذره
وبالتالي ما بيعملش عملية الايونيزيشن، وبالتالي بتفضل الاتوم زي ما هي. بنقول النون ايونايزنج راديشن زي ايه؟ بنقول طبعا زي الراديو ويفز والمايكرو ويفز والانفراريد والفيزيبل لايت والالترا فايولت، بيبقى في اختلاف. يعني في ناس بتقول ان هو بيعمل ايونيزيشن وفي ناس بتقول ان هو ما بيعملش، ولكن انا اميل ان هو في جزء من الالترا فايولت مقسمه الى طبعا كاتيجوريز اليو في اي والبي والسي والفاكيوم. بنقول طبعا ان الهاي انرجي الترا فايولت بتبقى ايونايزنج راديشن. طب بنقول عموما النون ايونايزنج راديشن بيبقى الويف لينث ليها تقريبا بيبقى اكبر من 10 ناقص 7 ايه متر، تمام؟ بنقول بتبقى طاقتها تقريبا اقل من 12 الكترون فولت. يبقى احنا بنقول ان 12 الكترون فولت دي اقل طاقه ممكن تعمل ايه، ممكن تعمل ايونايزيشن. اقل منها ما بتعملش، اعلى منها بيعمل. يبقى 12 الكترون فولت اعلى منها يبقى ايه، يبقى ايونايزنج، واقل منها طبعا ما يساويها واعلى منها ايونايزنج، اقل منها بنسمي النون ايونايزنج. طبعا لو انا استخدمت العلاقه الانرجي بتساوي اتش سي على لامدا، طبعا السي سرعه الضوء والاتش ده كونستانت، انا اقدر احسب اللامدا من الانرجي او اقدر احسب الانرجي من اللامدا. طبعا لو انا عندي الانرجي عارف ان هي 12 الكترون فولت، هقدر اطلع الويف لينث اللي هو يطلع بكام، اللي هو يطلع ب 10 اس ناقص 7 متر، تمام؟ يبقى النون ايونايزنج راديشن بنقول صفاته ايه، ان الويف لينث ليه بيبقى 10 اس ناقص 7 متر، الويف لينث ليه بيبقى طويل شويه، والانرجي بتبقى قليله بحيث ان هي ما تقدرش تعمل ايونايزيشن. اكزامبلز الراديو ويفز والانفراريد والفيزيبل لايت والمايكرو ويفز، وانا زي ما كنت بقول الالترا فايولت طبعا في ليها تقسيمات، فاحنا هنعتبرها ان هي تبع الايونايزنج، لكن الحاجات اللي هي شور هتبقى نون ايونايزنج الاربعه اللي احنا قلنا عليهم زي ما هم قدامك. طب بالنسبه للايونايزنج راديشن بقى مكتوب طبعا لو انت لاحظت ان هي بين قوسين كاتب لك هاي انرجي، لان انا قلت لك لازم تبقى طاقته عاليه ان هو يعمل ريموف للالكترون من الاتوم، وبالتالي تتحول الاتوم بدل ما تبقى نيوترال اتوم هتتحول تبقى ايه، تبقى ايون. وفي الحاله دي بنقول احنا عملنا لها ايونايزيشن، حولناها لايون، تمام؟ واحنا قلنا طب هنا بقى الايونايزنج راديشن ده هل بيبقى الكترومغنيتيك ويفز بس؟ لا، قلنا ممكن بيبقى الكترومغنيتيك بارتيكوليت او ممكن يبقى الكترومغنيتيك ويفز، وهنشوف الانواع دلوقتي، تمام؟ بنقول طبعا في الكلينيكال راديشن اونكولوجي طبعا اللي هو العلاج بالاشعاع، طبعا احيانا بنستخدم الالكترومغنيتيك ويفز اللي هي زي الجاما، تمام؟ واحنا ممكن نستخدم الالكترونز، ممكن نستخدم البروتونز، ممكن نستخدم النيوترونز، كل الانواع دي ممكن تستخدم. طب احنا قلنا هنا الايونايزنج راديشن احنا قلنا من شويه بينقسم الى ايه، حاجه اسمها الالكترومغنيتيك ويفز وحاجه اسمها البارتيكوليت، وانا قلت البارتيكوليت جاي من بارتيكل. الالكترومغنيتيك ويفز هتبقى زي ايه، زي الاكس راي والجاما راي. طب والبارتيكوليت اللي هي جايه البارتيكلز هتبقى الالفا بارتيكلز والبيتا بارتيكلز والنيوترون، النيوترون والبروتون والميزون والهيفي ايونز، ولكن احنا مش هنركز على انواع كتير لان طبعا الوقت مش هيسمح. احنا طبعا هناخد فكره عن الاكس راي والجاما راي والالفا بارتكل والبيتا بارتكلز وايه، وطبعا هنشوف بعض الخصائص ليهم في الايه. في حاجه نبدا بيها الاكس راي، بنقول الاكس راي احنا ازاي الاكس راي بنحصل عليها؟ بنقول ان احنا بنحصل عليها من حاجه اسمها الاكس راي تيوب. طب ازاي؟ زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه بتبقى عباره عن ايه، بيبقى عندي فيلمنت، الفيلمنت دي لما بتسخن الالكترونز او هي بتنتج الكترونز، تمام؟ طبعا الكلام ده كله بيبقى يبقى انا عندي بلب من الزجاج، انتفاخ زجاجي بالشكل ده كده، او جلاس تيوب. التيوب دي بيبقى فيها فيلمنت، الفيلمنت دي طبعا لما توصلها بالكهرباء هتسخن، لما تسخن هتطلع الكترونات. طب الالكترونات دي لو انا خليت الطرف مثلا ناحيه بوزيتيف ايه اللي هيحصل؟ الالكترونات هيحصل لها تسريع ناحيه البوزيتيف زي ما احنا شايفين هنا اهي، تمام؟ يبقى قلنا ده النيجاتيف وده البوزيتيف، يبقى احنا هنعمل اكسلريشن للالكترونز من خلال ايه، من خلال النيجاتيف والبوزيتيف. طب ايه اللي يحصل تاني؟ لما الالكترون يبقى حاصل له تسريع يعني عنده كاينتيك انرجي يعني بيتحرك بسرعه. طب لما يصطدم في جسم هنا هيحصل ايه؟ الجسم ده زي ما احنا هنشوف دلوقتي لما يصطدم في الجسم ده هينتج الاكس راي. طب الاكس راي بتنتج ازاي بقى؟ يبقى احنا فهمنا الفكره عموما، الفيلمنت بتطلع الكترونات، بسرع الالكترونات بالالكترودز اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف. طبعا بيبقى في حاجه اسمها تارجت اللي هو التنجستن تارجت زي ما احنا شايفين. بنقول ليه بستخدم التنجستن؟ بنقول ان التنجستن الميلتنج بوينت هو درجه انصهار التنجستن عاليه، ف
فطبعا اوريدي لما الالكترون يخبط في التنجستن او في الدرجه دي طبعا اوريدي بيسخن، تمام. وطبعا لما يسخن اللي هو الميلتنج بوينت ليه قليله، حقيقة اللي هيحصل قلنا الجسم او التارجت ده هيحصل له ايه، هينصح، تمام. قبل ما هنبدا نشوف حصلت العمليه ان الاكس راي حصلت ازاي بقى في التارجت، هنقول ايه، هنقول انا عندي نوعين من الاكس راي هنعرفهم دلوقتي. حاجه اسمها البريمشترالونج، بريمشترالونج اللي احنا هي طبعا المصطلح ده مصطلح الماني، يعني البريك، البريك اللي هو البريكنج اللي هو ايه اللي بنقول عليه الفرمله. يبقى احنا هنا بنقول ده الاكس راي اللي هي بتبقى جايه من الفرمله، وهنعرف يعني ليه او سميناها فرمله ليه. التايب الثاني بنسميه الكاركترستيك اكس راي. طبعا النوعين دول احنا بنقول ان احنا بنحصل عليهم created by الاكس راي تيوبز اللي احنا شفنا فكره عملها عموما في السلايد اللي فيه. بنقول بريمشترالونج اكس راي عموما بتبقى عباره عن ايه؟ زي الشاشه اللي قدام، بيبقى عندي الكترون جاي زي ان هو اللي هو هنقول ده هو الالكترون ده، الالكترون ده بيبقى طبعا ده اللي حصل له اكسلريشن اللي احنا بنقول عليه اللي احنا سرعناه من شويه، تمام. الالكترون ده بيبقى ماشي بسرعه جدا جدا لما يقرب من النواه، يعني دي النواه والالكترون ماشي اهو، طبعا هو بيتحرك بسرعه بقوه عايز يتحرك الناحيه دي، ولكن النواه بوزيتيف فالنواه هتعمله وهتجذبه، فنتيجه الانجذاب هيحصل له انحراف عن مساره. لما الالكترون ينحرف عن مساره في جزء من طاقته هيقل، لان طبعا نتيجه الانحراف زي ما احنا بنقول نفسي ان في سياره بتتحرك، اوريدي السياره دي وليكن هتقابل حاجه معينه فهتاخد ملف بالشكل ده، هل سرعتها هتفضل زي ما هي ولا هتقل؟ سرعتها هتقل. يبقى هنا بنقول ان الكاينيتيك انرجي للالكترون، يبقى طاقه الالكترون الحركيه اللي هو كان مكتسبها من التسريع اللي هو الاكسلريشن هتقل. طب نتيجه ان طاقته قلت، احنا قلنا طبعا طبقا لقانون بقاء الطاقه ايه اللي حصل؟ قلنا والله ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن الطاقه تتحول من صوره لصوره. يبقى الطاقه اللي كانت كلها حركيه في الاول اتحولت الى جزء طاقه حركيه وجزء طلع على شكل ايه؟ فوتون اللي احنا بنسميه الاكس راي. يبقى الفرق في الطاقه ما بين طاقه الحركه للالكترون اللي كان متسرع بسرعه عاليه وما بين طاقته بعد ما طبعا عمل عمليه الفرمله هنا، طبعا اللي احنا قلنا بنسميها البريمشترالونج من المصطلح ده، الالكترون حصل له فرمله نتيجه قوه الجذب، وبالتالي الفرق بين طاقته قبل ما يحصل له فرمله وبعد ما حصل له فرمله بتطلع على شكل فوتون بنسميها اكس راي. يبقى دي اول نوع اللي هو البريمشترالونج. النوع الثاني من الاكس راي اللي احنا بنقول عليه اللي هو ذا كاركترستيك اكس راي، تمام. بنقول ان النوع ده من الاكس راي بنقول عموما بيبقى طبعا زي ما احنا شفنا من شويه ان الالكترون بيبقى حاصل له اكسلريشن يعني متسرع بسرعه عاليه، واحنا قلنا ان ممكن لما يقرب من النواه يحصل له عمليه الفرمله واللي هي البريمشترالونج اكس راي. بنقول ان النوع البريمشترالونج اكس راي ده غالبا بيستخدم في الدياجنوستيك اكس راي اللي هي الاكس راي اللي هي الاشعه الايه السينيه التشخيصيه. بنقول طب احتمال مش الالكترون، احنا بنقول ان انا عندي هنا دي نواه وطبعا بيبقى حواليها الكترون في الاوتر شيل، طب لو في الكترون جاي متسرع مش احتمال ان هو يصطدم في الكترون تاني ولا لا؟ فاحنا قلنا في احتمال، يبقى ممكن ايضا يكون عندي احتمال ان الالكترون اللي هو جاي متسرع ده ان هو ايه يصطدم في يعني في اي الكترون من الالكترونز اللي هي موجوده حوالين النواه في الشيل زي ما احنا هنشوف دلوقتي. يبقى انا جاي وليكن انا جاي لهنا الكترون بالشكل ده، الالكترون ده لو اصطدم في الالكترون ده هيحصل ايه؟ قلنا الالكترون ده هيسيب مكانه ويطلع طبعا، وكأن ان احنا عملنا له عمليه خلع. يبقى نتيجه التصادم زي كور البلياردو بالظبط، لو انت عندك كره بلياردو في كره ثانيه هتصطدم فيها الكره هتتحرك، تمام، هتتحرك حسب طبعا الاتجاه اللي هتروح فيه، طبعا هيبقى ايه حسب الايه الاتجاه الضربه وقوه الضربه والكلام ده كله. طيب بنقول طب الالكترون نتيجه ان هو اصطدم، الالكترون اللي متسرع اللي هو كان طالع من الفيلمنت لو احنا فاكرين هيخبط الالكترون اللي موجود في التارجت. يبقى انا من شويه كنت بقول النواه دي نواه التارجت، كنت بقول الالكترونز اللي والشيلز، يبقى ده كله بالنسبه للتارجت اللي احنا كنا بنقول هنفترض ان هي من التنجستين مثلا. طب لما الالكترون ده اللي هو بتاع التنجستين ده مثلا يحصل له يتخبط من الكترون جاي من بره بسرعه هيحصل له ايه؟ قلنا ممكن نعمل له عمليه نوكينج اوت، او ممكن نعمل له ايه كيكينج اوت او ايا كان، او نعمل له ريموف، المهم ان احنا هنشيله من مكانه. طب هيتشال من مكانه هيبقى مكانه فاضي، طبعا في الحاله دي بنقول ان الذره هنا بتبقى غير مستقره، الذره هنا محتاجه ان المكان ده يتملي. المكان ده يتملي ازاي؟ بنقول ان في الكترون من الالكترونات اللي هي في المستويات
اللي فوق اللي احنا زي ما احنا شايفين دي اللي هي المستويات دي هيحصل لها ايه؟ ممكن يكون واحد، طبعا مش هينفع 2 الكترون يروحوا في مكان واحد بس، احنا هنا ممكن الالكترون ده ينزل، ممكن الالكترون ده اللي ينزل، تمام؟ في الحالة دي الالكترون لما ينزل بيطلع انرجي بنسميها الراديشن انرجي، بتبقى على شكل الاكس راي، تمام؟ يبقى تاني بنقول الكاركترستيك اكس راي بيبقى فيه الكترون زي ده جاي من بعيد، تمام؟ يخبط الالكترون اللي موجود في المدار ده ولا الشيل ده، الالكترون ده يحصل له ايه؟ هيسيب الذرة ويمشي. طب لما يسيب الذرة ويمشي ايه اللي يحصل؟ يجي الكترون تاني اللي هو في المدار ده، المدار الابعد بقى، نتيجة جذب النواة للالكترون هيحصل له هينزل، يبقى يجي المدار ده. طب لما يجي المدار ده يحصل له ايه؟ قلنا طبعا الطاقة هنا هتبقى اقل من الطاقة هنا، تمام؟ يعني طاقة الالكترون هنا هيبقى اعلى، طب هيفقد جزء من طاقته، الجزء من الطاقة ده طبعا طبقا لقانون باقة الطاقة هيطلع على شكل الفوتون، الفوتون ده هيبقى اكس راي. احنا ليه سميناها كاركترستيك اكس راي بقى؟ لان طبعا هنا الاكس راي اللي هتطلع طبعا هتبقى عبارة عن ايه؟ عن الفرق في الطاقة بين مستويات الطاقة. فطبعا هنا بتعتمد على نوع المادة، لان كل مادة في فرق ما بين مستويات الطاقة ليها، تمام؟ يبقى اوريدي تاني بنقول ان هي اسمها كاركترستيك اكس راي ليه؟ لان طبعا لو احنا هنرسمها على شكل خطوط بقى بدل الدوائر دي، انا الالكترون اللي كان هنا مش يعني اتخبط ومشي، تمام؟ وبقى مكانه فاضي، فانا عايز الكترون تاني، فهيجي الالكترون اللي هنا ينزل هنا. طب نتيجة ان الالكترون اللي كان هنا هينزل هنا هيعمل ايه؟ هيفقد جزء من طاقته، جزء من الطاقة ده هيساوي الفرق ما بين مكانه الاولاني ومكانه التاني، يبقى الدلتا ايه هنا. طب بما ان احنا قلنا ان الدلتا ايه عموما بتعتمد على ايه؟ على الفرق ما بين المستوى اللي هو كان فيه والمستوى اللي هينزله. طب تمام، طب يبقى كده احنا عرفنا الانرجي بتاعت الفوتون اللي ايه اللي خارج، تمام؟ طب الفوتون بتاعت الانرجي مش احنا نقدر نحسب منها الويف لينث؟ قلنا ايضا تمام. طيب بنقول الفرق في مستويات الطاقة ما بين الانيشال اللي هو هنسميه الاي ده والفاينل، بنقول طبعا ده بيعتمد على نوع المادة، ولذلك احنا بنقول هنا كاركترستيك اكس راي بتبقى نوع مميز بيعتمد على التارجت. يعني لو انا حطيت تنجستين مكان كتارجت هيديني اكس راي معين. طب لو حطيت مثلا مولبدنم مثلا عنصر تاني الميلتنج بوينت ليها عالية، قلنا هيعمل ايه؟ هيديني نوع تاني من الاكس راي، تمام؟ بنقول ان الاكس راي عموما اللي احنا بنستخدمها في الدياجنوستيك راديولوجي بنقول بتبقى طاقتها غالبا بتبقى من 10 الى 120 كيلو الكترون فولت، تمام؟ بنقول ده معظم تقريبا معظم الاستخدام، بنقول اقل من ال 10 الكترون فولت بيبقى طبعا ليه ما بن... ليه بنستخدم بالرينج من 10 ل 120؟ بنقول ان الاقل من 10 بنقول ان هو بيحصل له ابسوربنج في الايه في الهيومن بودي. يعني لو انت استخدمت اقل من 10 كيلو الكترون فولت فده هيحصل له امتصاص في جسم الانسان. طب لو اعلى من 120 كيلو الكترون فولت بنقول ده طبعا هيحصل ايه؟ بنقول ار ستوب باي ذا ايمج ريسبتور، يعني طبعا هيحصل له ايه؟ بنقول ان هو هيبقى تو فيو، يعني هيبقى قليل قوي ان انا اقدر اعمل له ستوبج للايمج ريسبتور، لان طبعا انت عندك بيبقى ده الاكس راي، بيبقى ده سي ان ده البيشنت او السامبل، وبيبقى في ريسبتور اللي هي الاشعه اللي احنا بنعرفها طبعا كويس، اللي هي بتبقى ريسبتور، بتبقى ماده لما الاكس راي بيتفاعل معاها طبعا بيديني ايه؟ شكل الاكس راي الاشعه اللي احنا بنقول عليها. طبعا بنقول اقل من 100 اقل من 10 هيمتص هنا، هنشوف الكلام ده برضو في بالقوانين كمان شويه. طب لو اكتر من 120 قلنا طبعا الايه هيعدي من الجهاز اللي هو الريسبتور اللي هو المستقبل اللي بيطلع لي الاشعه، مش هيقدر ان هو يطلع صوره واضحه، وبالتالي مش هحصل على صوره واضحه، وبالتالي يبقى عندي مشكله. طبعا الايميجنج ممكن يحصل ايه باستخدامات اخرى او بطرق تانية غير الاكس راي، ولكن ده فكره عامه عموما عن الاكس راي او اي ايه راديشن احنا بنستخدمه في الدجن. النوع الثاني اللي هو الجاما رايز والبيتا بارتكلز والالفا بارتكلز. طيب هنقول ليه احنا عملنا الاكس راي لوحدها وعملنا الجاما والبيتا والالفا لوحدهم؟ هنعرف الكلام ده دلوقتي. بنقول ليه بقى؟ لان الالفا والبيتا والجاما عموما بيبقوا جايين من النواه، تمام؟ يبقى الجاما والالفا والبيتا دول جايين من النواه، دول بقى اسمهم النيوكلير راديشنز اللي هم جايين من النواه. طب الاكس راي بتبقى جايه نتيجه انتقالات او نتيجه التاثير على الالكترونات. من شويه انا كنت بقول بريمش ترالون، كنت بقول ده نتيجه ان الالكترون الساقط بيحصل له ديسيلريشن، يعني عمليه تبطيء نتيجه ان هو بيغير اتجاهه وبالتالي بيطلع اكس راي. او الكاركترستيك اللي هو بيبقى نتيجه ان الالكترون خبط في الكترون تاني وفي مكان فاضي فهينتقل ليها واحد من المستويات الاعلى ويفقد جزء من طاقته، وبالتالي قلنا هيبقى دي الكاركترستيك اكس راي.
يبقى الكلام كله كان عن الالكترونز. طيب قلنا يبقى الالفا والبيتا والجاما، قلنا الايه الثلاثه دول بنسموهم نيوكلير راديشنز، دي كلها الاشعاعات اللي بتطلع من النواه، تمام؟ طيب بنقول الفرق بين الالفا والبيتا وما بين الجاما، بنقول ان الجاما الكترومغنيتيك ويفز، يبقى الاكس راي والجاما راي زي بعض في ان هم ايه عباره عن الكترومغنيتيك ويفز. طب الفرق بين الاثنين، الاكس راي بتبقى نتيجه الالكترونيك ترانزيشنز او الالكترونز عموما. طيب بنقول الجاما راي بتبقى طالعه من النواه. طب الاشعاعات عموما اللي بتطلع من النواه بقى اللي انا قلت عليها نيوكلير راديشن بتبقى جايه ازاي؟ بنقول عموما ان بيبقى في عندي عناصر طبيعيا بتبقى انستيبل، يعني غير مستقره، طبعا نتيجة إن بيبقى فيه اختلاف ما بين عدد البروتونز والنيوترونز، بيبقى عدد النيوترونز أكتر شوية، وليكن مش هتبقى مشكلتنا أوي، وليكن بنقول إن عموما إن الأنوية دي أو العناصر دي أو تمام، بنقول العناصر دي بتبقى بطبيعتها unstable، بتبقى غير مستقرة. طيب نتيجة إن هي غير مستقرة، الطبيعي إيه اللي يحصل؟ الطبيعي إن أي حاجة في الدنيا عايزة تبقى مستقرة، فطبيعي علشان تبقى مستقرة هتعمل إيه؟ قلنا هتطلع الزيادة في الطاقة على شكل إشعاعات. طب الزيادة في الطاقة دي بتحصل إزاي؟ قلنا ممكن تطلع الإيه اللي هي البيتا بارتكلز اللي هي بتبقى على شكل إلكترونز، هنعرف كمان شوية بتحصل إزاي، أو ألفا بارتكلز، تمام؟ أو ممكن تطلع جزء من الإيه من الطاقة على شكل الجاما. طب العملية كسيكونس بتحصل إزاي برضو؟ بنقول عموما بتحصل أول حاجة الألفا بارتكلز كمية الطاقة اللي فيها أكتر، فلما تبقى عند عنصر غير مستقر unstable بنقول بيعمل ايه، بيطلع الالفا بارتكلز الاول. بنقول ليه؟ لان كميه الطاقه اللي بتطلع في الالفا بارتكلز بتبقى كبيره، بعد كده لسه ما استقرش بيطلع شويه بيتا، تمام؟ لسه ما استقرش يطلع شويه جاما، والجاما بتبقى اخر حاجه، تمام؟ طيب بنقول عموما ان النواه بقى او الاتوم الام دي، او غالبا لما نيجي نتكلم بقى عن النواه بنتكلم عن النواه بس، لما نتكلم عن الاشعاعات النوويه بنقول النواه دي بقى، النواه اللي هي هتعمل اشعاعات دي بنسميها ايه؟ بنسميها البيرنت اللي هي النواه الام، تمام؟ طيب لما هي بقى توصل من انستيبل اللي هي البيرنت للستيبل، توصل في النهايه بقى بعد ما تطلع كل الطاقات دي وتبقى عنصر مستقر، في الحاله دي بنسميها ايه؟ بنسميها الدوتر، تمام؟ يبقى بنقول عموما ان الانستيبل بنسميها البيرنت والستيبل بنسميها ايه؟ الدوتر. طيب او ده الناتج طبعا. طيب بنقول هنا ده ايه تصور، يبقى بنقول انا عندي هنا unstable nucleus بتعمل spontaneous radiation، يعني بتعمل radiation طبيعي، لان احيانا ممكن احنا قلنا من شويه كنت بقول لك في عندي عناصر بطبيعتها هي مشعه، تمام؟ في عناصر بتبقى مش مشعه ولكن نتيجه ان احنا بنعمل لها تفاعلات معينه، يعني احنا نعمل لها مثلا قذف بالنيوترونات بنحولها من غير مشع الى مشع، تمام؟ طيب فاحنا هنا بنقول انا عندي هنا unstable nucleus، بتبقى ال unstable nucleus دي قلنا بتعمل spontaneous radiation اللي احنا كنا بنقول عليه من شويه، اللي هو ممكن يبقى على شكل الايه؟ الالفا، وقلنا الالفا طبعا لو انت خدت بالك بتلاحظ ان احنا رسمينها رسمه كبيره شويه، بنقول لان بيبقى فيها طاقه عاليه، او ممكن تطلع البيتا، تمام؟ او ممكن بعد كده تطلع الايه؟ تطلع الايه؟ الجاما. ده ايه؟ ده بنقول دي الثلاث انواع اللي بتطلع. طيب بنقول اول حاجه هنتكلم عليها الالفا ديكي، الاول جسيمات بقى اللي هي جسيمات الالفا. بنقول ان جسيمات الالفا عباره عن ايه؟ بنقول ان جسيمات الالفا هي عباره عن 2 بروتون و2 نيوترون، تمام؟ او احيانا في ناس بتقول ايه، بتقول ان هي عباره عن نواه ذره الهيليوم، يبقى ال He2O4 نيوكليوس، يبقى بنقول ان هي عباره عن ايه؟ عن نواه ذره الهيليوم. ونواه ذره الهيليوم دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اي نواه احنا قلنا هتبقى بوزيتيف، لان احنا قلنا عموما الالفا دي كي بتتكون من ايه، او الالفا بارتكلز بتتكون من 2 بروتونز و2 نيوترونز. النيوترونز احنا قلت البروتونز بالبوزيتيف والنيوترونز بزيرو، هتبقى شحنتها ايه؟ هتبقى شحنتها بوزيتيف 2. خلي بالك ليه؟ لان احنا قلنا هتبقى فيها 2 بروتونز ونيوترونز شحنتهم متعادله، يبقى خصائصها ان هي بتتكون من 2 بروتونز و2 نيوترونز، عباره عن نواه ذره الهيليوم، بتبقى فير انرجيتك. فير انرجيتك يعني طاقتها بتبقى عاليه زي ما انا كنت بقول من شويه. طب نتيجه ان طاقتها عاليه بتعمل ايه؟ قلنا الطاقه العاليه بتعمل تصادمات اكتر، ولذلك عموما ان الالفا بارتكلز بتبقى المسافات اللي بتتحرك فيها بتبقى ضعيفه جدا جدا جدا، تمام؟ ومعظم اقصى طاقه ممكن تمشيها في الهواء تقريبا بتبقى 7 سنتيمتر. يعني لو انت في جسم بيطلع جسيمات الفا وانت واقف جنبه وبينك وبينه 10 سم مثلا مش هيحصل لك حاجه.
واحيانا لو انت واقف، لو انت ماسك المصدر ده بايدك، وطبعا مش لفتره طويله يعني، ايه اللي هيحصل؟ ممكن الجسيمات الالفا يحصل لها ايه؟ يحصل لها ستوبج عن طريق السكين، يعني ممكن البشره عندك توقف، تمام؟ او احيانا لو انت لابس مثلا قميص او لابس تيشيرت او لابس اي حاجه، ده طبعا ممكن يوقف الالفا بارتكل، ما فيهاش اي مشكله خالص. طب مشكلتها في ايه؟ يعني مشكله الالفا بارتكلز ايه؟ ان لو انت بلعتها، يعني سي ان انت بلعت مصدر كان من المصادر المشعه، في الحاله دي اوريدي المصدر هيبقى فين؟ هيبقى جواك. طب نتيجه ان هو موجود جواك اوريدي هيفضل يعمل اشاعات طبعا مستمره، وبالتالي يبقى هنا هيجي الضرر والخوف من الايه؟ من الالفا بارتكلز، تمام؟ يبقى بنقول عموما لان هي تشارجد بارتكل وفيري انرجيتك، هي بوزيتيف، بتعمل انتر اكشن مع الالكترونز اللي موجوده في الوسط، وبالتالي بتمتص بسرعه، وبالتالي ما بيحصلهاش ترافلنج في الديستانس الكبيره، ولكن بتبقى الديستانس اللي بتمشيها بتبقى قليله الى حد ما. ده شكلها. بنقول طبعا انا عندي دي لارج ان ستيبل نيوكليس، طبعا نتيجه ان هي قلت شويه، طبعا مش احنا يعني ما اظنش ان هنقدر نلاحظ الفرق قوي، ولكن بنقول دي هتبقى سمولر مور ستيبل، هتبقى يعني هي مش ستيبل قوي، ولكن هي هتبقى اكتر من الاولانيه، وطلعت معاها الفا بارتكلز، وبالتالي ممكن تطلع الفا بارتكلز تاني، او ممكن طبعا تطلع الثلاثه مع بعض، ولكن زي ما احنا بنقول احتمالات ان هي تطلع الالفا الاول، بعد كده البيتا، بعد كده الايه؟ النوع الثاني اللي هو البيتا ديكي. البيتا ديكي بنقول ان احنا لازلنا بنتكلم عن الان ستيبل نيوكلس، احنا لسه بنتكلم او الراديو نيوكلس اللي هي الانويه المشعه. النواه المشعه بنقول ان هي بتبقى عموما نواه غير مستقره. الاستقرار بيجي منين؟ بنقول ان نتيجه ان بيبقى في عدم اتزان ما بين عدد البروتونات وعدد النيوترونات، تمام؟ احنا قلنا طبيعي ان احنا عندي ان الجسيم اللي موجود في النواه يا هما بروتونز يا اما نيوترونز، تمام؟ قلنا تقريبا اعدادهم بتبقى الى حد ما متساويه، طبعا الكلام ده ما بيبقاش منطبق على كل العناصر، ولكن احنا بنقول تقريبا، تمام؟ وبيبقى بينهم قوه نوويه اللي هي القوه النوويه المسؤوله عن تماسك النواه. طب عشان يبقى عددهم مقارب لبعض، لو واحد اكتر من التاني شويه بيبدا يحصل له ترانسفورميشن. طب ازاي؟ نقول طب نفترض واحده واحده كده ان انا عندي عدد النيوترونات اكتر. طب النيوترون ده موجب ولا سالب؟ هتقولي ده بيساوي صفر، شحنته بصفر، تمام؟ طب احنا عايزين النيوترون ده يتحول لايه؟ لجسم تاني. طب هيتحول لجسم ايه؟ هنقول النيوترون ده مش احنا بنقول بيساوي شحنته بتساوي صفر، يعني ممكن نقول هتساوي بوزيتيف واحد ناقص نيجاتيف واحد، صح ولا لا؟ يعني لو انا قلت او نقول ممكن نقول واحد ناقص واحد، موجب واحد ناقص واحد ده هيديني بكام؟ هتديني صفر، صح ولا لا؟ طب الموجب واحد ده عباره عن ايه؟ عن بروتون، صح ولا لا؟ طب والنيجاتيف ده هيبقى ايه؟ عباره عن ايه؟ عن الكترون. يبقى ممكن النيوترون ده يتحول لحاجتين، يا اما بروتون زائد الكترون، صح ولا لا؟ يبقى النيوترون الزياده. يبقى احنا هنا بنقول لو انا عندي بقى النواه فيها اكسس نمبر اوف نيوترونز، فيها عدد من النيوترونات زياده، قلنا هيحصل ايه بقى؟ واحد من النيوترونات ده هيتحول لحاجتين، يبقى النيوترون هيتحول لحاجتين، لالكترون وبروتون. طب البروتون النواه دي مكانه، يعني هو عايز يقعد في النواه، هيفضل البروتون قاعد في النواه. طب يبقى مين اللي يطلع بره النواه بقى؟ الالكترون، صح ولا لا؟ يبقى في الحاله دي بنقول هنا بقى ان النواه اللي فيها عدد نيوترونات اكتر هتعمل ايه؟ ان واحد من النيوترونات هيتحول لبروتون والكترون، البروتون هيفضل قاعد في النواه لان ده مكانه، طب والالكترون هيسيب النواه ويمشي، صح ولا لا؟ في الحاله دي الجسيم اللي بيطلع احنا بنقول هيبقى ايه؟ هيبقى نيجاتيف، يبقى ايه؟ نيوترون نيجاتيف، ممكن نسميه نيجاترون، او احيانا بنسميها البيتا نيجاتيف ديكي، وده طبعا الاسم الاشهر، تمام؟ يبقى البروسيس نفسها اسمها البيتا نيجاتيف ديكي. طب الجسم اللي طالع ده بنقول عليه البيتا نيجاتيف، او بنقول عليه النيجاترون، تمام؟ طيب طب من كنت بقول لك خلي بالك انا عندي عدد البروتونات، زي ان احنا هنقول في الكربون اللي هو قدام 14 ده، الكربون 14 ده بيبقى عباره عن ايه؟ بنكتبه 6 14، يعني بيساوي ايه؟ في كام نيوترون؟ 8، وكم بروتون؟ 6، صح ولا لا؟ يبقى 6 و8 14 اللي هو الايه. طيب بنقول لو انا عندي نيوترون تحول لبروتون، لو نيوترون تحول لبروتون هيبقى ده بقى كام؟ ده بقى 7، وده بقى كام؟ بقى 7، تجمعهم يطلع كام؟ يطلع 14. يبقى فعلا احنا بنقول بقى في البيتا ديكي الماس نمبر ما بتغيرش، ولكن ايه اللي بيتغير؟ عدد البروتونات زاد، صح ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى الاتوميك نمبر هو اللي اتغير. خلي بالك من الجزئيه دي. يبقى انا عندي هنا الكربون 14 لما اتحول بالشكل ده كده، بنقول في الحاله دي ايه؟ هيتحول من الكربون هيتحول للنيتروجين 14،
العدد الكتلي للنيتروجين 14 هيبقى 14 زي ما هو، لكن العدد الايه؟ العدد الذري هو اللي اتغير. تمام؟ هنا في البيتا ديكي ده النوع الثاني، احنا قلنا ان عندنا نوعين، بيتا بوزيتيف وبيتا نيجاتيف. طيب احنا عايزين البيتا، نفهم البيتا بوزيتيف. طب دلوقتي في الحاله دي انت تتوقع هيبقى، احنا البيتا ديكي بوزيتيف ده معناها ان هيطلع جسم بوزيتيف، يبقى في الحاله دي هنقول ايه؟ قبل ما نقرا الكلام ونقوله، مين اللي هيبقى زياده؟ البوزيتيف تشارجز، يبقى عدد البروتونات اكتر. يبقى بنقول في حاله البيتا ديكي البوزيتيف بقى، لما يكون عندي عدد البروتونات اكسس اماونت اوف بروتونز، عدد البروتونات اكتر، البروتون هيتحول لايه؟ البروتون هيتحول الى ايه؟ الى شحنه موجبه وش وايه؟ وحاجه زيرو، لان انت لو جمعت الزيرو زائد بلس هيطلع ايه؟ هيطلع بلس بوزيتيف، صح ولا لا؟ يبقى هيتحول لنيوترون وايه؟ وحاجه اسمها بوزيترون. بوزيترون بيبقى، البوزيترون هو عباره عن جسيم زيه زي الالكترون بالظبط، نفس الكتله ولكن الشحنه بالموجب. تمام؟ يبقى احنا بنقول هنا ان البروتون هيحصل له ايه؟ هيحصل له ترانسفورميشن لايه؟ النيوترون وحاجه اسمها البوزيترون. البوزيترون ده هيطلع على شكل البيتا بارتكلز. يبقى في الحاله دي بقى النواه هتعمل ايه؟ النواه النيوترون طبعا عارفين ان هو ده النواه مكان وهيفضل قاعد في النواه، امال مين اللي هيطلع؟ قلنا الحاجه اسمها البوزيترون. يبقى في الحاله دي بنقول ان البوزيترون هيطلع من النواه على شكل ايه؟ على شكل جسيم مشحون كتلته نفس كتله الالكترون، ولكن هيبقى ليه ايه؟ هيبقى ليه طبعا طاقه لان هو هيتحرك بايه؟ بسرعة. في الحالة دي بنقول إن النواة دي بتعمل بيتا ديكي، ولكن بيتا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ هنقول في الحالة دي هيبقى بوزيتيف. طبعا ده اكزامبل الكربون 10. الكربون 10 هيبقى طبعا عدد البروتونات ليه 6 وعدد النيوترونات 4، نفس القصة بالظبط، الماس نمبر ما اتغيرش. ليه؟ لأن أنا عندي بروتون فين كان عدد البروتون 6 وعدد النيوترونز 4، لو أنا جمعتهم يطلع 10. البروتون اتحول لنيوترون بقى، اتحول يعني إيه؟ بقى 5، والنيوترونز احنا قلنا زاد واحد لان الستة دول اتحولوا لايه؟ لنيوترون زائد بوزيترون، يبقى ده بقى 5، لو جمعت 5 و5 هيطلع 10. يبقى في الحالة دي العدد الكتلي الماس نمبر ما اتغيرش، امال ايه اللي اتغير؟ هيبقى الاتوميك نمبر اللي هو العدد الذري، وبالتالي طالما العدد الذري اتغير يبقى في الحالة دي العنصر هيتغير، يبقى الكربون هيتحول للايه؟ للبورون. تمام؟ هنا هنتكلم عن حاجة اسمها الالكترون كابتشر. طيب يعني ايه الالكترون كابتشر؟ عموما بنقول، انا من شويه كنت بقول لو انا عندي نواه فيها اكسس اماونت اوف بروتونز قلنا هتعمل ايه؟ البروتونز دي هتتحول لنيوترونز. طيب بنقول هل ده الاحتمال الوحيد ولا في حاجه ثانيه ممكن تحصل؟ قلنا لا، ده في حاجه ثانيه اسمها الالكترون كابتشر. ايه هي الالكترون كابتشر؟ بنقول طبعا النواه لما يبقى فيها بوزيتيف تشارجز زياده اللي هو البروتونز، ما هو البروتون ده بوزيتيف، طب هتعمل ايه؟ قلنا نتيجه البروتونز زياده هيبقى قوه جذب النواه للالكترونات هتبقى عاليه قوي، وبالتالي ممكن واحد من الالكترونز اللي موجوده في الكي اوربيتال او ال اوربيتال، زي ما انا كنت بقول لك طبعا الكي والال دول اقرب اتنين للنواه، ممكن واحد من الالكترونز اللي موجوده في الكي شيل او ال شيل يحصل له كابتشرنج، يحصل النواه تجذبه وتعمل له اسر جوه النواه. طب نتيجه ان هو الالكترون ده حصل له اسر جوه النواه يبقى الكترون نيجاتيف تشارج، ده هينجذب مع مين؟ مع البوزيتيف تشارج، يديني ايه؟ يديني زيرو. في الحاله دي هيبقى البروتون اللي جوه النواة نتيجة الإلكترون اللي النواة اكتسبته من الكي شيل أو ال شيل حصل إيه؟ يبقى إلكترون زائد بروتون هيديني نيوترون، صح ولا لأ؟ يبقى عدد النيوترونات زاد واحد وعدد البروتونات قل واحد، يبقى الماس نمبر ما اتغيرش. العملية دي اسمها إيه؟ اسمها الإلكترون كابتشر. طيب لو إحنا رجعنا بالذاكرة تاني، لو المكان في الشيل ده فضل، إيه اللي يحصل؟ ينزل له واحد من الإيه؟ من الإلكترونز اللي في الأوتر شيلز اللي هي الأعلى منه، وبالتالي ايضا يبقى الالكترون كابتشر ده هيبقى مصحوب بحاجه اسمها ايه؟ الاكس راي. طب الاكس راي في حاله انتقال من مستوى لمستوى كنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها الكاركترستيك اكس راي. تمام؟ يبقى بنقول هنا ان احنا عندنا ان الالكترون كابتشر ده هيبقى مصحوب بكاركترستيك اكس راي. تمام؟ ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للايه؟ للالكترون كابتشر. طبعا ده زي ما احنا شايفين ده اكزامبل على الالكترون كابتشر. طبعا لو انا عندي الكربون 11 طبعا النواه هتجذب الالكترون، طبعا هيتحول البروتون، طبعا البروتون هيتحول يعني عدد البروتونز بدل ما كان 6 هنا هيقل يبقى 5، وعدد النيوترونز طبعا هنلاحظ ان هو ايه؟ زاد. يبقى احنا قلنا الماس نمبر ريمينز كونستانت، يعني هيفضل زي ما هو. حتى يبقى احنا قلنا في البيتا ديكي سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف والالكترون كابتشر الماس نمبر هيفضل زي ما هو.
طبعا بالنسبة للهيليوم نيوكلس اللي احنا كنا بنقول عليها ايه الالفا بارتكلز، طبعا الاتوميك نمبر بيتغير والايه والماس نمبر بيتغير. يعني انا سي كنت بقول انا عندي عنصر مثلا هسميه اكس، كان ليه هنا الزد نمبر وده الاي نمبر. طبعا قلنا ده عشان يفقد الهيليوم، قلنا في الحالة دي ايه اللي هيحصل، قلنا طبعا هيتحول لعنصر تاني اللي هو الواي. الهيليوم ده كنا بنقول الهيليوم طبعا مش العنصر الهيليوم اسف، اللي هو الالفا بارتكل اللي هو هيبقى 2 4، احنا كنا بنقول عليها اللي هي نواة عنصر الهيليوم اللي هتبقى الالفا بارتكل. عشان العنصر اكس ده يفقد اللي هي الالفا بارتكلز هيتحول لعنصر تاني واي، العنصر تاني واي عشان المعادلة دي تبقى موزونة هتبقى الواي هنا زد ناقص 2 وده هتبقى ايه ناقص 4، يبقى العنصر هيتحول لعنصر تاني بحيث ان عدد الكتلي ليه يبقى ناقص 4 والعدد الايه الذري ليه اللي احنا بنقول عليه اللي هو ايه اللي هو كان الاتوميك نمبر كان هيبقى ايه ناقص 2. يعني سي انا عندي عنصر مثلا زي الكربون 11 ده مثلا، الكربون 11 ده كان عبارة عن ايه، مش كنا بنقول الكربون 11 ده كان 6 وهنا ده 11، احنا عايزينه يتحلل بالالفا، طبعا هيبقى عبارة عن الالفا ممكن تكتبها الفا او اتش اي، ممكن تكتبها اتش اي او الفا. هيتحول الى ايه بقى، هيتحول الى كربون، احنا قلنا الالفا معروف ان هي 2 4 تمام، يبقى هنا هنقول ده 6 ناقص 2، 6 ناقص 2 يديني كام، يديني هنا 4، نقول 11 ناقص 4 تديني كام، تديني 7. يبقى الكربون لو هيتحول بالالفا هيتحول للكربون 4 وايه و6. طبعا المسميات كربون والكلام ده كله هي مسميات افتراضيه، طبعا هو مش هيتحول للكربون تاني لان العدد الايه الذري اتغير، ولكن انا بقول مثلا كايه كمثال عموما. يبقى في حاله البيتا ديكي، البيتا ديكي الماس نمبر مش هيتغير، امال ايه اللي هيتغير يا جماعه، قلنا الاتوميك نمبر اللي هو العدد الذري اللي هو الزد نمبر اللي تحت. في حاله الالفا الاثنين بيتغير. النوع الثالث اللي هو الجاما ايميشن، في حاله الجاما بقى لا بيتغير الزد نمبر ولا الاي نمبر، لا ده بيتغير ولا ده بيتغير. ليه؟ لان احنا قلنا ان الانستيبل نيوكلس بتعمل ايه، بتشد اللي هي بتطلع يعني او بتطلع الجزء من الطاقه الزياده على شكل الكترومغنيتيك ويفز، مالهاش دعوه بقى بالكتل. اللي فات ده كله ده كان البارتيكيوليت اللي انا كنت بقول عليه بارتيكيوليت ايميشن او بارتيكيوليت راديشن، عباره عن جسيمات عمال اقول لك الكترون وبروتون ونيوترون، اما هنا في الجاما احنا بنتكلم على الويفز انرجي بس. يبقى بنقول هنا ان النواه بعد ما طلعت الفا وبيتا وطبعا لازالت غير مستقره، يبقى لسه في جزء من الطاقه قليل يطلع على شكل ايه، قلنا يطلع على شكل الجاما تمام. يبقى احنا قلنا هنا ده بالنسبه للجاما عموما. طيب بنقول ان الجاما بتطلع عباره عن الكترومغنيتيك ويفز، يبقى ويفز قوه الاختراق ليها طبعا بتبقى عاليه نتيجه ان هي بتبقى ايه، بتبقى عباره عن ايه عن موجات. طبعا نتيجه الجاما ايميشن قلنا طبعا الايه الاتوم طبعا ما بيحصلهاش ايه الاتوميك نمبر والاتوميك ماس ما بتغير، نقول ده الشكل عموما. يبقى انا عندي سي ان ده الكوبالت، كوبالت 60، وطبعا ده الكوبالت 60 زي ما هو، ولكن الفرق بين الاثنين ايه، ان طبعا ده طلع طاقه. احنا احيانا لما نيجي نكتبه في الناحيه العلميه بنكتب كوبالت 60 مثلا وليكن ونحط عليه ستار، يبقى ده انستيبل، يبقى ده ايه انستيبل. طب لو الكوبالت ده طلع بقى ايه طاقه وبقى مستقر يبقى اتحول لكوبالت، طبعا مش هنكتب عليه ايه الستار، لان الستار هي اللي كانت بتدل على ان هو انستيبل، ونكتب عليه 60 كده ونكتب زائد جاما مثلا. يبقى في الحاله دي ايه الكوبالت ده طلع الجاما تمام زي ما احنا شايفين في التصور اللي هو الصوره. طب هنا دي هنا كومباريزون ما بين الحاجات اللي احنا قلناها كلها، قلنا طبعا الالفا لو احنا بنقول ده بيبر شيت، ده طبعا بنقول ده ثين بورد من الالومنيوم، ده ثيك بورد من الليد من اللي هي الرصاص، وطبعا دي ووتر مثلا او كونكريت وليكن. بنقول طبعا الالفا بارتكلز زي ما انا لسه قايل لك من شويه، نتيجه ان هي انرجيتك وهيفي فهتعمل انتراكشن مع الهواء عموما او مع اي ماده تقدر توقف. فالبيتا لا، بنقول ان البيتا قوه الاختراق ليها بتبقى الى حد ما عاليه شويه، فممكن تعدم البيبر، ولكن الايه الثيك بورد من الالومنيوم ممكن توقفها. الجاما طبعا الجاما لا، ده الجاما ممكن تعدي من الالومنيوم وتعدي من الرصاص، ولكن طبعا احنا بنقول ان عمليه ان هي بتعدي ولكن طبعا طاقتها بتقل، مش معنى كده ان هي بتعدي طبعا او بتعدي من الماده بدون ما طاقتها بتقل، لا الماده او الاشعاع نفسه طاقته بتقل. يعني سي ان وليكن احنا هنقول ان حصل تسرب اشعاعي في اليابان مثلا ومفيش اي حاجه شيلدنج تحميني، هل الاشعاع هيجي من اليابان؟ ممكن قلنا لو هو هيوصل من اليابان بس هيوصل بنفس القوه زي ما كان في اليابان، هنقول لا، نتيجه ان هو بيتحرك حتى في الهواء احنا بنقول ان كثافته قليله وطبعا الانتراكشن معاه هيبقى قليل، واحنا قلنا ان الاشعاع بينتقل في طبعا في الفراغ او في الهواء طبعا بسرعه عاليه والكلام ده كله،
قلنا هيحصل له طبعا نتيجة إن في عوامل الهواء والتفاعل مع الرياح والتفاعل مع الهواء الإشعاع هيقل، تمام؟ هو لو هيوصل قلنا هيوصل بإيه؟ بنسبة قليلة. يبقى إحنا قلنا عموما إن الإشعاع بيحصل له إيه؟ بيحصل له ديكي، أو بيحصل له حاجة اسمها attenuation، تمام؟ طبعا كل ما المسافات تبقى قريبة تبقى خطورة الإشعاع أكتر. ولذلك طبعا احنا يعني لازم يبقى المفاعلات النووية والمراكز اللي بيبقى فيها إشعاع لازم تبقى شيلدد، يعني لازم تبقى معمول لها رصاص، معمول لها طبعا ايه احتياطات معينة من الخرسانات والكلام ده كله عشان تحجب الإشعاع. ولكن احنا بنقول كفكرة عامة، احنا هنا لو بنتكلم على الهيومن بادي مثلا، ده الالفا بارتيكل. الالفا بارتيكل زي ما انا كنت بقولك ممكن يحصل له ستوبج في الايه، في الاوتر سكين اللي هي اوتر لاير للسكين، اللي هي ايه الطبقات الخارجيه للسكن. البيتا لا، البيتا ممكن يدخل شويه ويحصل بنتريشن للايه، للتيشوز الى حد ما. اما الجاما طبعا بنلاحظ ان البنتريشن ليها بيبقى ايه، بيبقى اعلى اكتر طبعا. طبعا هنا في النيوترون، طبعا النيوترون طبعا لو احنا لاحظنا القوه الاختراقيه ليه بتبقى عاليه جدا، لان هو طبعا بنقول ان هو نيوترون. نيوترون بيبقى ايه، بيبقى نيوترال، يعني ما بيبقاش ليه تشارج. طبعا التفاعل الانتر اكشن اللي بيحصل بيبقى مينلي ديبند اون ايه، ذا تشارج، بيبقى بيعتمد على التشارج. مش معنى كده ان هو التشارج بس اللي بتحصل، لكن احنا بنقول ان التشارج بتبقى فاكتور مهم جدا في عمليه الانتر اكشن. ولذلك الجاما راي والنيوترون الانتر اكشن بتاعهم قليل. ليه؟ هنقول لان هم مش تشارج. واحده فيهم الجاما اللي هي او الاكس راي، الجاما والاكس راي عباره عن انرجي، صح ولا لا؟ الكترو ماجنتيك ويفز عباره عن طاقه. طب والنيوترون عباره عن ايه؟ جسيمات متعادله. هنلاحظ ان الاثنين دول بيفتقدوا لخاصيه الشحنه. نتيجه فقد خاصيه الشحنه هيبقى القوة الاختراقية اللي هي البنتريشن ليهم هيبقى ايه؟ هيبقى طبعا ده اكزامبل ايضا بيجمع لي معظم الكلام اللي انا قلته من شوية. ممكن نبقى نبص عليه ونقرا الكلام، هو اختصار للكلام اللي انا قلته ايه من شوية. طب بنقول في حاجة اسمها الايزوتوبس اللي هو النظائر. بنقول النظائر دي عبارة عن، بنقول ان هي عبارة عن اتومز ليها نفس الاتوميك نمبر، ليها نفس، طالما الاتوميك نمبر ما اتغيرش يبقى العنصر ما اتغيرش. يبقى احنا بنقول ان هي نظائر العنصر هي عبارة عن العنصر، ولكن ايه اللي مختلف فيه؟ الماس نمبر هو المختلف. هنلاحظ ازاي؟ إيه؟ انا عندي مثلا الكربون، مثلا عندي الكربون ده هنلاحظ ان الرقم 6 اللي هو الزد نمبر اللي احنا كنا بنقول عليه اتوميك نمبر، عدد البروتونات، يعني عدد البروتونات فيه ما اتغيرش. امال مين اللي بتغير؟ عدد الايه؟ عدد النيوترونات. يبقى احنا بنقول ده المسمى للايه؟ للايزوتوبس. طبعا الايزوتوبس بيبقى ليها ايضا استخدامات مهمة جدا جدا في الايه؟ في الاشعة والكلام. طب بنقول من شويه انا كنت اقول لك، عمال اقول البنتريشن وبيحصل اختراق وبيحصل اتنويشن، بنقول الكلام ده بيحصل بناء على ايه؟ قلنا عموما ان الاشعاع زي ما انا كنت بقول سواء في الهواء او في غيره، الاشعاع بيحصل له ايه؟ اتنويشن. ولكن الاتنويشن في الهواء بيبقى قليل جدا جدا جدا. مش معنى كده ان الكلام ان خلاص طالما هيحصل له اتنويشن ان الموضوع يبقى بالسهل، لا، الموضوع ايه؟ لا، ده الموضوع محتاج احتياطات معينه. زي ما انا كنت بقول، نفترض ان انا هتعامل مع جهاز اكس راي، هل انا هتعامل معاه كطبيب مثلا؟ الطبيب ده بيبقى موجود في الغرفه طول النهار؟ لا طبعا. بنقول ان الطبيب بيبقى موجود في الغرفه طول النهار، كل ما يجي بيشنت هيعمل له اشعاع، تمام؟ وبالتالي الدوز هياخد له من كل بيشنت هيجي يعمل اي مثلا اشعه، انت هتاخد منه نسبه، صح ولا لا؟ ليه؟ لان انت اوريدي موجود في الغرفه. فالطبيعي ان احنا بنعمل ايه في الحاله دي؟ بنقول لا، ده الغرف اللي بيبقى فيها المصادر بقى المشعه لازم تبقى شيلدد. شيلدد يعني ايه؟ لازم يبقى تبقى معمول لها حماية جيدة وحماية كويسة. ليه؟ علشان الطبيب أو الأوبريتور، الشخص المسؤول عن تشغيل الجهاز ده، لازم يبقى محمي، لأن هو طبعا بيتعامل مع الإيه؟ مع الجهاز بصفة مستمرة، غير الإيه؟ اللي هو طبعا بيتعامل مع الجهاز كبيشنت، إن هو بياخد جرعة مرة أو اتنين أو تلاتة وهكذا. يبقى إحنا عموما بنقول إن الإشعاع بيحصل له أتنويشن. الأتنويشن ده بيعتمد على نوع المادة اللي إحنا بنستخدمها كحماية، شيلد أو قواقي، بيعتمد على حاجات كتير جدا جدا، تمام؟ يبقى احنا تاني بنقول الاتنويشن ده محكوم بالرول اللي قدامي دي، ان الاي شده الاشعاع اللي هيعدي من الاتنويتور، تمام؟ الاي نوت اللي هي شده الاشعاع الاصليه هنشوفها دلوقتي بالرسم. الميو بنسميها اللينير اتنويشن كوفيشن، ده اللي بيحدد بقى نوع الماده، هل الماده دي هواء ولا بلاستيك ولا حديد ولا ليد ولا ميه. ده بناء على نوع الماده الاتنويشن هيحصل. طبعا في مواد معروف لها ان هي الاتنويشن بتاعها عالي جدا جدا زي الرصاص. المواد الرصاص دي بتوقف طبعا او بتعمل ستوبج لمعظم الجاما راي والاكس راي، معظم مش كله، مش 100%. التيل والثيكنس بتاع الماده، هل انت لما تبقى لابس جاكيت
ثيك اللي هو سميك زي ما تبقى لابس مثلا قميص خفيف. لا بنلاحظ طبعا ان كل ما تلبس، كل ما انت تبقى لابس مثلا جاكيت او تبقى لابس حاجه سميكه، انت ممكن تحميك من البرد، تحميك من كذا، تحميك من كذا. طبعا هنا الثيكنس هنا طبعا اوريدي هو عامل كبير جدا في الاتنويشن. والله لو انا عامل شيلدنج مثلا من خرسانه مثلا، او عندي دور باب مثلا، وليكن انا عندي باب في الغرفه اللي فيها جهاز الاكس راي مثلا، الباب ده وليكن مصنوع من، وليكن الثيكنس بتاعه 10 سم، ولو انا عملت باب تاني الثيكنس بتاعه 20 سم، انا هيبقى احسن هيبقى ال 20 طبعا. ليه؟ لان ال 20 هيعمل حمايه اكتر. يبقى تاني بنقول ان الاي نود ده الانتنسيتي اللي طالعه من الجهاز او من مصدر الاشعاع، سواء بقى انا بقول على جهاز او بقول على عنصر مشع طبيعي اللي هو الاي نود ده. هنا الشيلد ده الشيلد ده الحاجه اللي انا بعمل بيها الحمايه. انا عايز اتكلم عن حمايه نفسي بقى، يبقى دي اللي انا بعمل بيها الحمايه وانا واقف هنا، تمام. دي كميه الاشعاع اللي هتوصل لي بعد الحمايه، تمام. قلنا طبعا لو انت زودت الثيكنس هتزود الحمايه. يعني ايه؟ يعني الشعاع اللي هيعدي اللي هو الاي، يبقى الاي ده اللي هو الانتنسيتي اوف انكم جراديشن، اللي هو اللي هو الاي ده اللي هو اللي جاي من ايه، اللي عدى من المصدر، اسف، اللي عدى من الايه، من الشيلد الاتنويتور. يبقى هنا ده اللي جاي من ده السورس، طالع منه اي نود، ده الشيلد، ده انا، وده كميه الاشعاع اللي هتوصل لي، تمام. كل ما تزود الثيكنس طبعا كل ما تمتص اشعه اكتر، يعني الثيكنس التي زيد الاي يحصل له ايه، يقل الاي اللي هيوصلها. الميو احنا قلنا ده بنسميه الابسوربشن كوفيشنت، او بالتحديد بنقول ان هو عباره عن ايه، بنقول عليه هنا اللينير اتنويشن كوفيشنت. اللينير اتنويشن كوفيشنت قلنا يا جماعه والله هو بيعتمد على ايه، بيعتمد على نوع الماده اللي انت عامل بيها الشيلد. هل انت لو جايب هوا مثلا، لو انت شلت الشيلد ده وبقى هوا، هل في الحاله دي الاشعه اللي هيوصلك هيزيد؟ طبعا هو ممكن يقل نسب غير ملحوظه، وبالتالي اللي هيوصلك هيبقى كتير. هو امتى الاشعه في الحاله دي يبقى الكميه دي تقل؟ زي ما انا كنت بقول لك عندي مصدر في اليابان، انت طبعا لو انت واقف مكانك وليكن المصدر المشع ده في اليابان، في الحاله دي يبقى ايه اللي زاد بقى؟ الثيكنس، لان المسافه بينك وبين المصدر زادت. يبقى انت عايز تقلل الاشعاع، يبقى تعمل حاجه من الاثنين دول، يا تزود الام يا تزود الثيكنس، تمام. تزود الام بتستخدم ماده ليها ام عالي زي الرصاص زي ما بنقول، طبعا زي ايه، زي الخرسانه، زي الميه وما الى ذلك. هنا بما ان انا كنت عمال اقول من شويه ان الاشعاع اللي هو الشده ليه اي، ونتيجه الانتر اكشن مع الماده هيقل، وتبقى بدل ما هتبقى اي نود هتبقى اي. طبعا كنت بقول كل ما زود الثيكنس كنت بقول ان الامتصاص او الاتنويشن هيحصل له ايه، هيزيد، وبالتالي شده الاشعاع اللي هتعدي هتبقى اقل. فاحنا هنا بنقول لو انا عندي شده الاشعاع افترضت ان هي كانت 100%، وانا هحط طبعا ماده هنقول عليها شيلدنج ماتيريال او اي ماتيريال عموما، مش شرط تكون شيلدنج. يعني قلنا في الحاله دي الماده هتمتص جزء من الاشعاع. بنقول والله لو الثيكنس ده، لو انا استخدمت ماده معينه بثيكنس معين، الثيكنس ده قلل الاشعاع لنص قيمته، في الحاله دي هنقول ايه، هنقول في الحاله دي هنقول الثيكنس المستخدم هنا بنسميه الهاف فاليو لاير او الهاف فاليو ثيكنس. يبقى بنقول ان الهاف فاليو لاير او الهاف فاليو ثيكنس ده الثيكنس المطلوب من الماده عشان يقلل قيمه الاشعاع لنص قيمته. طبعا كل ماده هيبقى ليها هاف فاليو لاير مختلف عن الثانيه، يعني كل ماده لها امتصاص معين. يعني زي ايه؟ وليكن انا جبت مثلا خشب والشعاع مثلا اي هيعدي عليه اللي هو الاي نود، هل الخشب هيمتص لو انا جبت نفس السمك من الرصاص؟ قلنا لا، والله الام للرصاص هي الميول الرصاص غير الميول الخشب، صح ولا لا؟ يعني احنا كنا بنقول ان الميول الرصاص امتصاص الاشعاع في الرصاص عالي لان كثافته عاليه، دي بارامتر ثانيه مش هنحكي فيها، ولكن بنقول ايه، الامتصاص للرصاص هيبقى عالي، صح ولا لا؟ وبالتالي مش هنحتاج تكنس زي الخشب، هيبقى ممكن التكنس الصغير من الرصاص يوازي تكنس كبير من الايه، من الخشب الود، تمام. يبقى تاني بنقول ان الهاف فاليو لير ده الثيكنس من الماده المطلوب عشان يقلل الاشعاع لنصف قيمته. يعني لو كانت قيمته قبل ما يمر بالماده دي 20، يبقى المفروض احنا الثيكنس اللي هيخليه يبقى 10، تمام. بنسميها الهاف فاليو لير ل اتش في ال كابيتال هتساوي 0.693 ده ديفايدد باي الام. الام اللي هي احنا قلنا عليها ايه، قلنا اللي هو اللينير اتنويشن كوفيشنت اللي احنا بنقول عليه معامل الامتصاص الخطي للماده، تمام. احنا قلنا كل ما معامل الامتصاص الخطي للماده هيزيد معناها ان اللاير اللي احنا محتاجينها عشان نقلل الاشعاع لنص قيمته هتبقى ايه، هتبقى اقل وارفع. طبعا المواد
اللي هي بيبقى اللينير اتنويشن كوفيشنت ليها عالي، بتبقى طبعا المواد دي بنقول عليها جود اتنويتور او جود شيلدنج ماتيريال، بتكون مواد جيده في عمليه الاشعاع، وخاصه زي ما انا كنت بقول في غرف الاكس راي اللي هي موجوده في المستشفيات، او في الغرف اللي بيبقى فيها الايه الراديو ثيرابي اللي هي بيبقى فيها استخدام الاشعه المصادر المشعه في العلاج او في التشخيص عموما، بنحتاج فيها عمليه الشيلدنج. بنقول الكلام ده من شويه انا كنت عمال اقول بيحصل اتنويشن وبيحصل ديكي للراديشن، ليه الراديشن ليه بيحصل له الديكي او بيقل مع الثيكنس ومع الماس اتنويشن كوفيشنت واللاير واللينير اتنويشن كوفيشنت والكلام ده كله. بنقول عموما لان بيعمل انتر اكشن مع الماده الاشعاع، سواء كان بقى الكترومغنيتيك ويفز او كان بارتيكيوليت اللي هي كان البارتيكلز الفا والبيتا والجاما، قلنا كل دول بيعملوا انتر اكشن، بيعملوا تفاعلات. نتيجه التفاعلات طبعا بيحصل لها امتصاص او تشتت اللي هو السكاترنج او ايا كان اللي بيحصل، المهم ان هي بيحصل لها ايه، بتقل قيمتها وايه وقيمه الطاقه بتقل. بنقول عموما ان الانتر اكشن ده بيبقى فيه منه انواع كتير، يعني ممكن يبقى في حاجه اسمها الالاستيك زي ما احنا شايفين قدامنا، الالاستيك سكاترنج، الفوتو الكتريك افكت، والكومتون افكت، والبير برودكشن، دي انواع كتير جدا من الايه من الانتر اكشنز، وفي غير دول، ولكن هنكتفي بان احنا نذكر نوعين بس اللي هم ايه، اللي هم الفوتو الكتريك افكت والكومتون افكت، لان دول معظم الانتر اكشنز اللي بتبقى موجوده في الدايجنوستيك راديولوجي اللي هي طبعا التشخيص باستخدام الايه اللي هو الاكس راي والكلام ده كله. تمام، بنقول طبعا باختصار هو عباره عن ان لما يكون عندك الشع اللي هو الانسيدنت فوتون، اللي هو الفوتون هنا ممكن نقول عليه الاكس راي او الجاما راي، لما يكون الاكس راي وخاصه الاكس راي لان احنا طبعا هي اشهر في عمليه التشخيص، لما يبقى عندي اكس راي هيسقط على الـ على الـ على الالكترون ده، قلنا ايه اللي يحصل، قلنا الالكترون ده ممكن يحصل له ايه، قلنا طبعا الالكترون ده هيمتص طاقه الايه، طاقه الفوتون اللي ساقط اللي هو الاكس راي يعني، وطبعا الالكترون هيحصل له ايه، هيطلع زي ما احنا شايفين. بنقول طبعا الالكترون هيطلع بطاقه، الطاقه دي هتبقى عباره عن ايه، هيبقى ليه كاينتيك انرجي. يبقى بنقول هنا ان الاكس راي اللي ساقط على الفوتون، طبعا احنا بنقول فوتون لان الفوتون اعم واشمل، الفوتون تشمل الاكس راي والجاما راي عشان نبقى عارفين، يبقى الجاما راي والاكس راي، ولكن انا هنا هقولها على سبيل المثال وليس الحصر يعني، ان الاكس راي لو انا كان عندي اكس راي هيسقط على الكترون هيعمل ايه، الاكس راي ده هيعمل حاجتين، اولا الالكترون ده بيبقى باوند يعني هو اوريدي بيبقى مرتبط بالذره، يبقى اول حاجه الاكس راي عايز يعملها عايز يخلي الالكترون ده حر، يبقى جزء من طاقه الاكس راي هتعمل ايه، هتعمل فري للالكترون وبعد كده هتدي له كاينتيك انرجي، ولذلك احنا بنقول هنا الفوتون انرجي هتنقسم الى حاجتين، حاجه بتساوي البايندنج انرجي والحاجه الثانيه بتساوي الكاينتيك انرجي. ده بنقول في الفوتو الكتريك افكت، وبنقول ان الفوتو الكتريك افكت بيبقى عموما بيحصل غالبا في الكي او ال شيل اللي هي بنسميها الانر شيلز، يعني غالبا بيحصل رغم انه احتمال يحصل في اي حاجه ولكن احتماليته اكتر، كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بيعتمد على احتمالات كتير جدا، تمام، او هو بيعتمد مين على الاحتمالات، يبقى احتمال حدوث الفوتو الكتريك افكت زي ما انا قلت بيعتمد على ايه، قلت يا جماعه بيعتمد على ان هو بيحصل في الكي شيل او ال شيل اللي هي الانر شيلز. طب تمام بيعتمد على ايه، بيعتمد طبعا محتاج طاقه عاليه من طاقات الفوتون اللي ساقط، لان لازم تبقى الطاقه عاليه عشان تعمل ايجكت للالكترون او تعمل زي ما احنا قلنا نوكينج اوت للالكترون انها تخلعه من مكانه. تمام، طيب هنا في الفوتو الكتريك افكت بنقول ايه تاني، بنقول طبعا من شويه انا كنت بقول ان انا عندي اكس راي ساقط، وليكن انا قلتها طبعا كمثال للفوتون، كنت بقول اكس راي ساقط هيخبط في الالكترون، فطبعا اوريدي الالكترون هيسيب مكانه ويمشي، وبالتالي علشان اوريدي في مكان فاضي فطبيعي اي الكترون من الالكترونز اللي موجوده في الهاير شيلدز هيحصل له ايه، هينزل وبالتالي هيطلع اكس راي. يبقى احنا هنا ايضا بنقول ان في الفوتو الكتريك افكت احتمال يطلع حاجه ثانيه، ان طبعا يبقى عندك اكس راي ساقط، الاكس راي اللي ساقط ده هيطلع الالكترون من مكانه، وبالتالي نتيجه ان الالكترون مكانه هيفضى وهينزل له الكترون ثاني ويطلع نوع من الاكس راي اللي هو الكاركترستيك اكس راي، ده ايضا بيبقى موجود. يبقى احنا بنقول الاكس راي الاولى الاصليه اللي جايه من الجهاز هتطلع على الالكترون من مكانه وبالتالي هتمتص، طبعا الامتصاص ده ممكن، طبعا الامتصاص ده بيعتمد على فاكتورز كتير، بيعتمد على الانرجي بتاعت الاكس راي، بيعتمد على نوع بقى لو احنا هنتكلم على بيشنت وكده، بيعتمد على نوع التيشوز، هل الامتصاص في البون هيبقى زيه زي اللي موجود في السوفت تيشوز اللي حواليه والكلام ده كله، لا طبعا، ولو كان كله زي بعضه ما كناش استخدمناه في التشخيص، صح ولا لا؟ يبقى هنا بنقول ان امتصاص الاكس راي او الجاما راي عموما قلنا بيعتمد على ايه، قلنا هنا بيعتمد على نوع الماده، بيعتمد على الانرجي،
ولذلك احنا بنقول ان الفوتو الكتريك افكت ده بيعتبر الميكانيزم الاكثر احتماليه خاصه في الاشعه الايه تمام. طبعا بنقول نتيجه ان ممكن نقول تاني ان اصلا نتيجه ان الاكس راي خطا يعني اصطدم في الاتوم وطبعا طلع اتوم من طلع الكترون من الاتوم، يبقى الاتوم في الحاله دي فقدت الكترون، في الحاله دي الاتوم ده هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها ايون صح ولا لا؟ والالكترون اللي طالع لوحده ده هنسميه ايه اللي هو ده؟ يبقى في الحاله دي ممكن في الفوتو الكتريك افكت ايضا بنقول ان ممكن الفوتو الكتريك افكت تعمل ايه؟ تعمل حاجه اسمها ايون بير. الايون بير اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو البوزيتيف ايون اللي هو فقد النواه اللي هي الذره اللي فقدت الالكترون، اسف، يبقى الذره اللي فقدت الكترون وبقت بوزيتيف ايون، والالكترون اللي فقد هيبقوا الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ اسمهم ايون بير. يبقى الفوتو الكتريك افكت ممكن يطلع لي ايون بير، ممكن يطلع لي كاركترستيك اكس راي اللي احنا كنا بنقول عليها ليه، نتيجه ان الالكترون ده لو كان من الانر هنا وطبعا وساب مكانه اللي فوقيه ده هينزل ويطلع اكس راي تانية غير الاصليه اللي احنا احيانا بنسميها ايه للفلورسنس. هنا يعتبر سامري او تلخيص للفوتو الكتريك افكت. احنا تاني بنقول في الفوتو الكتريك افكت ان الفوتون اللي ساقط او الاكس راي اللي ساقط بيحصل له امتصاص كامل من الايه من الالكترون، وطبعا بتبقى قلنا طاقته لازم تبقى اعلى من طاقه الترابط للالكترون اكتر من البايندنج انرجي عشان يعمل يقدر يعمل ايه يقدر الالكترون يمتصه ويسيب مكانه ويتحرك تمام. قلنا ايضا ممكن يحصل ايه، ممكن يحصل حاجه اسمها كاركترستيك اكس راي، ممكن يحصل حاجه اسمها الايون بير زي ما احنا وضحنا من شويه. بنقول ملخص الفوتو الكتريك افكت او من الحاجات المهمه ان احنا بنقول ان هو ده ذا بيزك انتر اكشن ان دايجنوستيك راديولوجي، يبقى هو في الاشعه التشخيصيه خاصه بيكون الفوتو الفكره بتاعت الاجهزه دي تبقى معتمده على الفوتو الكتريك افكت. طب بنقول ليه؟ نقول عموما لان الفوتو الكتريك افكت بيكون دوميننت او بيكون البروبابيلتي ان هو يحصل غالبا في الطاقات اللي هي اقل من 35 كيلو الكترون فولت، وبتكون اكثر احتماليه ايضا مع المواد اللي هي الهاي اتوميك نمبر. يعني بتعتمد على ايه؟ يعني بنقول هنا الفوتو الكتريك افكت بيكون على الطاقات اللي هي تعتبر الى حد ما لو، ده بالنسبه اللو ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للاشعاع عموما 35 كيلو الكترون فولت بنقول ده نسبه اشعاع تعتبر ايه؟ قليل. طب وبيكون احتماليته الاكثر بالنسبه للماده بقى؟ يبقى احنا قلنا ده بالنسبه للاشعاع، بالنسبه للماده قلنا بالنسبه للايه؟ الهاي اتوميك نمبر او بالنسبه للهاي زد نمبر ماتيريالز. ولذلك بنقول ليه برضو ده احنا بنستخدمه في ايه؟ نقول طبعا بيبقى عندي في مواد الاتوميك نمبر ليها عالي زي البونز، يبقى المواد دي هتعمل ايه؟ هيحصل فيها فوتو الكتريك افكت انتر اكشن، يبقى هيحصل ايه؟ بيحصل ابسوربنج صح ولا لا؟ يبقى بنقول ان الاكس راي بيحصل له امتصاص اكتر في البون. ليه؟ لان بنقول لو احنا استخدمنا الاكس راي وليكن طاقته مش عاليه قوي بنقول مثلا تبقى قليله، والبون كثافتها عاليه يعني الزد نمبر ليها عالي يبقى هتمتص. يبقى هنا تاني بنقول ان البون هيمتص الاكس راي اعلى من ايه؟ من باقي السوفت تيشوز، يبقى في الحاله دي امتصاص البون اعلى وامتصاص السوفت تيشوز اقل منه شويه. ولذلك لو احنا نعرف او اكيد طبعا اشعه الاكس راي بالنسبه لنا مع يعني كل الناس تعرفها هنلاحظ طبعا الامتصاص هيبقى في حاله البون هيبقى اعلى من الايه؟ اعلى من باقي التيشوز، ولذلك هتبقى ظاهره خاصه في الايه؟ في الاسنان تمام؟ طيب النوع الثاني من اللي هو الانتراكشن احنا بنسميه الكومبتون افكت تمام، اللي هو تاثير كومبتون. في الفكره ايه عموما؟ بنقول لو انا عندي الفوتون اللي ساقط سواء كان اكس راي او غيره انا باكد، بنقول هنا لو الاكس راي اللي ساقط ده وليكن هيخبط في الكترون هيحصل ايه في الحاله دي؟ بنقول ما بيحصلوش امتصاص بالكامل. يبقى الفرق بين الكومبتون والفوتو الكتريك افكت ان الفوتو الكتريك افكت الفوتون اللي ساقط بيحصل له امتصاص بالكامل، اما في الكومبتون ما بيحصلوش امتصاص بالكامل. بيعمل ايه؟ الالكترون اللي خاصه بقى في الاوتر شيل الترابط بتاعها ضعيف، يبقى هتاخد جزء من الاشعاع ويحصل لها ايه؟ يحصل لها ايجكشن وجزء من الاشعاع هيكمل، يبقى هنا الاشعاع لسه ليه تكمله اهو تمام. التاثير ده اسمه كومبتون افكت. كومبتون افكت بيكون ده المين ميكانيزم في حاله بقى ايه؟ في حاله الراديو ثيرابي اللي هو العلاج بالاشعاع غير التشخيص بالاشعاع. يبقى الفوتو الكتريك في التشخيص والكومبتون في الايه؟ في الراديو ثيرابي اللي هو العلاج بالايه؟ بالاشعاع تمام. بنقول ان هو طبعا بيكون دوميننت، بيكون ان هو يعني اكثر احتماليه في الانرجيز اللي هي اعلى من 35 كيلو الكترون فولت لغايه كام؟ لغايه 50 ميجا الكترون فولت تمام. بنقول طبعا هو ما بيعتمدش على الدنسيتي بتاعت الماتيريال، ولذلك الانتر اكشن بتاعه بالنسبه للسوفت تيجز وبالنسبه للبونز هيبقى الاثنين زي بعض تماما، ولكن بيكون هو بيعتمد على الايه؟ على الالكترون دينستي اللي هو عدد الالكترونات اللي موجوده حوالين النواه تمام.
ليه؟ لأن طبعا احنا قلنا الانتراكشن بيحصل مع الالكترون زي ما احنا كنا شايفين. يبقى احنا خلصنا البيزكس اللي هي الفكرة العامة عن الإشعاع وإيه اللي بيحصل. طبعا لو عندك أي استفسار هتبعتلي على الإيميل اللي قدامك، وفي النهاية بنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.